إن لم تثق في نفسك فمن سيثق بك؟ حقيقة الإنسان الواثق بنفسه كالجبل لا يهزه الريح، مهما واجه من صعوبات وتحديات وكلام سلبي وظروف حواليه تجده دائما واثق من نفسه، ما يهزه أي شيء، ما يأثر فيه أي شيء. التحديات تصنع منه إنسان أفضل، تصنع منه إنسان أقوى، تصنع منها النسخة الأفضل منه. هذا هو الإنسان الواثق من نفسه، يؤمن دائما بأن التحديات جزء لا يتجزأ من هذه الحياة، وأن الناجح لابد وأن يتكلم فيه، ولابد أن يكره بعض الناس، يواجه الأعداء. النجاح يصنع الأعداء، النجاح دائما يجعلك إنسان متميز من حولك، وينظر إليك الناس أنك مختلف عنهم، فقد تتلقى بعض السخرية وقد تتلقى بعض الكلام الغير جميل، ولكن مع ذلك لابد أن تثق بنفسك وأن تستمر في النجاح، ما دمت أنك ما تسوي ثلاث أشياء أساسية اللي هي مخالف القانون أو مخالف للعادات والتقاليد أو أشياء ما ينبغي أن يعملها الإنسان. لذلك كل ما كنت إنسان متمسك بهذه الأشياء الأساسية، منها منطلق من الدين والعادات والتقاليد والقانون، فأنت إنسان على طريق صحيح. كيف يثق فيك الآخرين إذا لم تستطع أن تثق بنفسك؟ سؤال مهم. هذا هو تقدير الذات، هذا هو الثقة بالنفس، هذا هو أنك أنت إنسان تكون إنسان قادر على أنك أنت تصنع لنفسك ولغيرك شيء جديد ما حد سواه من قبل. الإنسان الواثق من نفسه تجده دائما يتحرر من جميع القيود، ما يقيده شيء. واثق من نفسه يستطيع أن يتحمل مسؤولية القرارات التي يأخذها. يمكن أخفقت اليوم، ما عليه، باكر بنجح. ما تغير هالإخفاقات عن الاستمرار في النجاح، عن الاستمرار في العطاء. يستطيع أن ينقل الثقة لمن حوله، لأن الثقة مكتسبة، وثقة تعطى، تكتسب من الناس اللي حواليك، تكتسب من الناس اللي حواليك وتعطيها للناس اللي حواليك. وأسرع طريقة لاكتساب الثقة هي أنك أنت تكون واثق من نفسك أولا، لأن مجرد ما أنك أنت وثقت في نفسك يستطيع الناس اللي حواليك أن يثقوا فيك. انظر للقادة، انظر لأصحاب الشركات الكبيرة، انظر الناس الناجحين كيف ثقتهم في أنفسهم. مهما تلقوا من كلام، مهما تلقوا من سلبيات، مهما صادفتهم الصراعات وصادفتهم كذلك التحديات، تجده دائما مستمر. وقت ما يكون هناك مسير تلاقيه يحث السير، ولما أتي لما يكون هناك وقت راحة تراه استراح وريح وأخذ قسط من الراحة لإعادة شحن الطاقة التي لديه، ويتمكن من استمرار أيضا في مسيرته التي أرادها وقررها وأراد أن يكون هو كذلك عليها. هذه هي الصفة المثالية أو الصفة القوية التي لا يمكن أن تجدها في شخص آخر. الثقة بالنفس تجدها في الناس اللي يعرفون أين هم ذاهبون، يعرفون ماذا يريدون في هذه الحياة، يعرفون كيف يصلون إلى أهدافهم، يعرفون كيف يحققون ما يريدون تحقيقه. هنا يصنع الفرق بين الإنسان الواثق من نفسه والإنسان الغير واثق من نفسه. صناعة الثقة بالنفس تحتاج إلى كثير من العطاء، وتحتاج كثير من بذل الجهد، وتحتاج إلى تقدير الذات والإيمان الكامل بما لديك من صفات وقدرات ومواهب، أن تعرف نقاط قوتك وتستفيد منها، وتعرف نقاط التحسين وتستطيع أن تعزز منها أو تقويها. لأن بشكل عام نحن اليوم الإنسان لا يخلو إما أن يكون عنده صفات قوية أو صفات ضعف. الصفات القوية هي ما تميزه، والصفات السلبية أو صفات النقص هي التي تحتاج إلى أن يقرر أن يحسن منها وأن يصنع من نفسه إنسان آخر. هذه هي الحياة. كن واثقا من نفسك دائما، كن واثقا من نفسك حيثما كنت، كن واثقا من نفسك ولو كنت وحدك، لأن مجرد أنك تثق في نفسك ستستمد القوة بكل قرار ممكن أنك تسويه في حياتك. لا تنظر إلى فقط إلى السلبية، كن إنسان إيجابي، كن إنسان مبادر، كن إنسان قادر على أن يصنع الفرق معك ومع غيرك. فالمبادرون يثقون في أنفسهم، المبادرون يثقون في قدراتهم، الناجحون
هم كذلك مبادرون ويثقون في أنفسهم. كن واحدا من هؤلاء الناجحون، وبادر دائما في أن تحسن من نفسك وتستفيد من النقاط القوة التي عندك. فكم منا من لا يعرف هذه النقاط التي عنده، فاستفيد قدر المستطاع من هذه النقاط لتكون إنسان دائما وفق ما تريد أن تكون عليه. وعشان نتكلم عن الثقة بالنفس راح أذكر لكم قصة. يحكى أن مجموعة من الضفادع كانوا واقعين في قمع، وهذا القمع في كريمة معينة، فكل ما يطلع الضفدع يزلق مرة ثانية ويطيح في نفس القمع اللي كان فيه. فالضفادع اللي حواليهم يقولهم ما تقدرون. فالضفادع تحاول تستمر أنها تنجح، ولكن كل ما يطلعون يسقطون مرة ثانية، ما عدا ضفدع واحد كان كل ما يسقط يحاول يطلع، يستمر يحاول مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست، آخر شيء وصل للمستوى المطلوب منه وطلع برا هذا القمع. فقامت الضفادع صفقت له، اكتشفوا أن هذا الضفدع لا يسمع المحبطين حواليه، ما يسمع الناس اللي كانوا يقولوا ما تقدر، ما سمع الناس اللي يقولوا أنت لن تستطيع، بل استفاد بسمعه أنه ما يسمع وأنه يكون أفضل ويحقق اللي يبقى. كذلك أنت يا إنسان يا واثق من نفسك، عشان تكون واثق من نفسك بزيادة لابد أنك ما تسمع لأصوات المحبطين وتسمع للأصوات الإيجابية المحفزة اللي تساعدك على أنك أنت تكون أفضل. طبعا بتقول لي كيف ممكن يكون انسان واثق من نفسي؟ راح اقول لكم ان الثقه بالنفس مهاره، والمهاره هذه تحتاج الى تعزيز وتقويه. كيف ممكن اقويها؟ بالتكرار ثم التكرار ثم التكرار، يعني اسوي كل مره ومره ومره الى ان احقق الاماني، الى ان اكتسب هذه الثقه. ابدا في تغيير بعض العادات، على سبيل المثال إذا كنت متعود على نمط معين أغير هذا النمط. مثلاً على سبيل المثال متعود كل يوم أقوم الصبح وأتم راقد مثلاً وقت متأخر، ثم أقوم وما أسوي رياضة، أبدأ في أن الصبح أقوم بوقت، أغير روتيني، أقوم بوقت وأعمل رياضة المشي أو الجري أو السايكل، أي شيء، أي رياضة من رياضة، أبدأ أغير لبس معين، أبدأ أغير طريقة لبسي مع المحافظة على العادات والتقاليد والدين. كذلك الأشياء المهمة أني أبدأ، مثلا متعود أسير مطعم معين، متعود على أكلة معينة فيها، نقول لا حاول تغير، جرب شيء جديد. كل ما جربت شيء جديد كل ما كسبت الثقة في نفسك في أنك أنت تقدر تسوي شيء جديد. هذه من الأشياء. كذلك من الأشياء نحط عليها دائما أنك تكون إنسان إيجابي. كيف يعني؟ تكون إنسان اجتماعي، تذهب للناس، تزورهم، تقدرهم، تغير نمط الناس اللي حواليك. أيضا من الأشياء المهمة أنك أنت تبدأ تكون إنسان إيجابي، ترى الأشياء الإيجابية في كل شيء. إحنا عشنا في الحياة، كثير من الأشياء فيها إيجابية وفيها سلبية، ولكن إذا أنا ركزت على السلبية راح أجذب السلبية، وإذا فكرت على الإيجابية راح أشوف الأشياء الإيجابية أكثر. دخلت أي مكان انظر إلى الجمال في هذا المكان، شفت حد انظر إلى جماله، شفت مثلا شخص متغير انظر إلى التغيير الإيجابي فيه ولا تنظر التغيير السلبي. بهذه الطريقة راح تبدأ تعزز في نفسك رؤيتك لأشياء بطريقة مختلفة. هذا جزء من الأجزاء. الشيء الثاني التجربة شيء جديد. مثلا أنت ما عندك رياضة معينة مثلا تسويها، تعلم رياضة جديدة. ومن أهم الرياضات اللي تساعد على تعزيز ثقة النفس ركوب الخيل والسباحة والرماية. هاي من الأشياء الجميلة الإنسان لو تعود عليها وجربها راح تكسبها ثقة عجيبة. انظر للناس اللي حواليك الواثقين من أنفسهم، راح تشوف جزء من حياتهم رياضة معينة يسوونها. خفت من مرتفعات
جرب تصعد المرتفعات هذه، تخاف مثلا من انك انت على سبيل المثال قم برحله جديده كان تذهب في رحله بحريه ما تعودت تسيرها، خيم في الصحراء، سوى شيء جديد ما تعودت عليه، هنا راح تبدا عندك الثقه بنفسك. خذ ايضا مسؤوليه، لما لا تخلي المسؤوليه على غيرك دائما، لما تطلعون مكان كن انت المبادر، كن انت صاحب القرار، كن انت صاحب اللي تقول لهم شو رايكم نسوي هذا الشيء اليوم وتحفزهم عليه، مو بس تجبرهم جبر، لا بالعكس المفروض انك انت تحببهم، كونك انت قائد واثق من نفسك لابد ان تحفزهم انهم يسيرون معاك في نفس الاتجاه اللي انت سائر له. هذه الاشياء راح تكسبك ثقه في نفسك وثقه جديده. تعلم شيء جديد، طور مهاراتك. كم من اشخاص اللي في مكانهم معينا ما غيروا من مكانهم، ما طوروا من انفسهم، تلاقيه يعني ما جرب يتكلم قدام الجمهور، يخاف يتكلم قدام الجمهور. ابدا ادخل دوره في الالقاء وابدا القي مره مرتين ثلاث، راح تشوف انك بعد فتره اصبحت متحدث بارع، راح تشوف اكتسبت مهاره الثقه بالنفس اللي نحن دائما نحفز على الانسان انك يتعلم هذه المهاره ويطورها ويكون دائما انسان واثق من نفسه في كل مكان وزمان. واتمنى لكم ان شاء الله تكونون دائما واثقين في انفسكم، واثقين في الناس اللي حواليكم، ودائما يستمد الناس منكم الثقه، وتكونون دائما ايجابيين في حياتكم المهنيه والشخصيه وعلى كل الاصعده.